مساء الخير، اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج سؤال محرج عبر صوت بيروت انترناشونال وصفحه بيروت سيتي على الفيسبوك. اذكر كما في كل حلقه ان ضيفي هو مسؤول عن كل مواقفه وعن كل كلامه وما يقول، يمثله فقط دون سواه، ولا نتبناه لا انا كمقدم ولا كفريق عمل ولا القناه التي تعرض هذا البرنامج. ضيفي لهذه الحلقه هو سماحة أو فضيلة الشيخ ياسر عودي. مساء الخير فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا فيك. عم تسألني قبل ما نبلش، عم بتقلي ليش أنا نقيتني أن يكون ضيفك بهذه الحلقة؟ صحيح، علما أني مني سياسي، مني إعلامي، مني فني، ولكن ما صدر عنك من مواقف ومن كلام وما لمسته من قضايا الشعب ووجع الشعب، وكانت مواقف متقدمة جدا وجريئة جدا، حابين نسمع كمان الليلة منك بنفس الجرأة كلام ومواقف مماثلة. شكرا لحضورك، شكرا لقبولك المشاركة بهذه الحلقة، ونبدأ مباشرة بالسؤال الأول وهو سؤال خارج إطار السياسة. يعني قبل السؤال لو سمحت لي، لو ما استاذ طوني خليفه انا ما زيد. تسلم، وانت بتعرف محبتك وتعرف الله يخليك. الله يخليك، مثل ما قلت لك برنامج هو برنامج للسياسيين، هو برنامج كل الناس. انا ايه صح، انه بس انا بتناول السياسي، وراح يكون في رجال دين وعلماء دين غيرك بالبرنامج ضيوف، يعني منك وحدك. اول سؤال، سؤال محرج بالشخصي، السؤال المحرج في الشخصي هو: هل راودتك في يوم من الأيام أن تتزوج أكثر من مرة أو تتزوج 4 نساء؟ لا أبداً. أبداً، رغم أنه الشريعة تسمح لك بذلك. رغم سماح الشريعة. أي ليش؟ لأنه ما فضيت يعني. يمكن أهلا مش عم عفف نفسي، أي بس عم أقول لك أنه أنا من قبل 16 سنة داخل الحوزة العلمية. 16 سنة يعني عم تحكي فوق 35 سنة درس وتدريس، ما كان في عندي يعني فراغ لاني افكر بالزواج الثاني. هي نقطه. النقطه الثانيه، مره الله يرحم اخوه سمحت السيد سيد حمد علي رحمه الله عليه، نفس السؤال سالني اياه، قلت له ابدا. النبي صلى الله عليه واله وقت تزوج خديجه رضوان الله عليها ما اخذ عليها امراه اخرى حتى توفيت، بل بقي وفيا لها مده 3 سنوات. الامام علي نفس الشيء عندما تزوج، هو أول زواج. أول زواج. أول زواج. طيب بين هلالين. ما جمع معها. بين هلالين. فوفاء للأولى. بين هلالين يعني، بس للاستفسار لأنه نسمع بعض الكلام بدي أتأكد منه. فضل. قيل أنه لم يتزوج على سيدة خديجة لأنها كانت مسيحية، وكان الزواج على الطريقة المسيحية لا يجوز فيه يعني أن يتزوج أكثر من امرأة. هل هذا الكلام لا صحيح؟ لا لا، هو طالما أنه أتى بتشريع جديد وقد أسلمت. نعم. قد أسلمت. قد أسلمت. طبعا أسلمت معه وأعانته بمالها وبجهدها. صحيح، كانت على المسيحية. نعم، لأنه قيل يعني من ورقة ابن نوفل خالها كان قصيصا. يعني صحيح. صحيح. بس هذا السؤال برأيك لو قررت هذا الزواج، هو في شيء تفضل مرة بنقول هذا يجوز لأجل حل مشاكل معينة. صحيح. مشاكل الأرامل، مشاكل العنوسة، مشاكل الكذا، مطلقات إلى آخره، مشاكل النساء التي لا يعني تحتاج إلى معيل. ومرة منقول في شيء اسمه الوفاء، القانون شيء والوفاء أعلى، أن تعفو وتصفحوا. نعم. العفو غير القانون، أرقى درجة. السؤال الأهم هو لو أنا وفي لزوجتي. لو فكرت في هذا الموضوع، هل كانت زوجتك قد لا تقبل؟ لا أفكر، لأنها تحملت معي الكثير ولا تزال يعني ليالي بكت لأجلي وأنا مش مستعد. ليش؟ شو كان السبب؟ من الهجومات والتهديد بالقتل والقلق اللي عشناه فترات طويلة، فمستحيل أني أفكر بهذا الموضوع، وحتى محرش. أطلب من الله أن أموت قبلها. ليه؟ لحتى لي ما فكرش أني أتزوجها. لا، الله يطول بعمرك. الله يبارك فيك. الله يطول بعمرك. قلنا رايحين. بعتها موقف هلأ. لا، هذه الحقيقة هي الحقيقة. تعرفها. مش بس هي تعرفها، كتار بيعرفوها. اختيار محرج.
اول ما كنت عم بحكيك تتجي على البرنامج قلت لي خي شو بدي بهالبرنامج، بكره بتحط لي صوره السيد حسن مع صوره الامام المغيب موسى الصدر مثلا، شو بدي جاوبك؟ فانا رح بلش بهي، او الشيخ صبحي مع السيد او الشيخ حسن. او الشيخ صبحي مع الشيخ سيد مع السيد حسن. بس لو حطيت لك صوره الشيخ صبحي مع السيد حسن مين بتختار؟ هلا يعني شوف، انا عندي قاعده انه كل انسان بمرحلته لديه سلبيات ولديه إيجابيات. طيب، فأنا مع الإيجابيات التي تتوافق مع قضايا الناس وخدمة الناس والدفاع عن الناس، وضد السلبيات أيا يكن. بس أنك تقول لي فلان أو فلان يمكن ما أنت لمين أقرب؟ أنا؟ أنا أقرب، مين أقرب؟ أنا أقرب إلى الذين يعيشون مع الله، مع الحقيقة ومع خدمة الناس. سياسيا ما هو كله هي قاعدة، أنا ما في أطلع من توبة ديني، لأنه الإمام علي بيقول العامل بالظلم والمعين عليه والراضي به شركاء ثلاثة، لا في أرضى هز براسي، ولا في يكون شريك، ولا في عين على الظلم. الصورة الأولى اخترناها نعم هي صورة السيد حسن مع الإمام المغيب موسى الصدر. اخترتن، ما أنا ما كان بدي أحط الاختيار، ولكن اخترتن بناء على تعليقك اللي كتبته على اختيار السيدة بشرى الخليل لسيد حسن على حساب الإمام موسى الصدر. ولكن بالأول خليني أخذ اختيارك وبعدين بنحكي بهداك الموضوع. ماشي، هلأ أنا مش قصة اختيارها، أنا اختيارك شخصيا بين السيد موسى الصدر. ما بقدر، الإمام الصدر قامي كبيرة جدا، وهو أصل المقاومة، وهو اللي يعني هو اللي إجا ليرفع الحرمان، وهو اللي وحد، وهو اللي دخل إلى قلوب كل الناس من كل الطوائف. ما في إلك أنا هذا إيه وهذا لا. وسمحت السيد حسن، أنت عم تحكي عن رجل قاوم أيضا إسرائيل وله أيادي في هذا العالم، أيضا لا أستطيع أن أنكره. هلا ممكن اختلف انا وياه ببعض المواقف، ممكن خصوصا بقضيه يعني 17 تشرين وما بعدها، في اختلاف. كنت بتمنى وانا وجهت له رساله القتال خارج الحدود تختلف معه ولا لا؟ انا بالبدايه قلت لو انكم وقفتم على الحدود وحرستموها وجاءوا الينا ودفعناهم لكان كل اللبنانيين معكم. لكن الآن هلا ما بعرف، هني لهم تبريراتهم، هني لهم مشروعهم، لهم أيضا لهم مبررهم الشرعي في وراهم. تتكلم بلغة الهم وكأنك لست منهم، رغم أنا مش منظم بحزب الله، رغم أنك محسوب على حزب الله. أنا كنت محسوب، بدك تسألهم هني إذا أنا محسوب علينا ولا لا. محسوب على حزب الله، يعني لفتني أنك تتكلم بلغة الهم، يعني وكأنك عم تقول إني لست منهم. أنا كنت مع السيد فضل الله سيد الأستاذ ولست محسوبا عليه، مع أنه بعدهم بيحسبون عليه. الله يرحم روحه. أنا رجل أعمل بقناعتي، أحب الجميع وأحترم الجميع، ولكنني ما أراه خطأ أقول هذا خطأ. يعني أفهم بأنك ميال لسماحة الإمام المغيب موسى الصدر؟ مش القضية هيك، عم لك أنا ما في ميز، ما فيش ميز. بس لو فرضنا الإمام الصدر كان موجود، اللي من 79 هو عم بيقول آفت لبنان هؤلاء السياسيين وعليهم أن يرحلوا بهذاك الزمن. طب إذا كان موجود اليوم الإمام الصدر شو رح يقول بعد كل هاي الشحار والتعتير اللي وصلونا له؟ شو رح يقول؟ شو رح يكون موقفه؟ هلا ما بفهم عن الأمين العام عنده مبرراته، عنده، ولكن هناك من يوجه لوم على السيد حسن بأنه يحمي هذه الطبقة من السياسيين. يعني حضرتك عم بتقول لو كان الإمام موسى الصدر موجود لكان قال لهم ارحلوا. ولو فرضنا أنه الإمام الصدر كان موجودا نعم وسيحمي هؤلاء السياسيين، كنت بهذه النقطة بدي أقف ضد. لماذا كان هناك نوع من العتب على السيدة بشرى الخليل عندما اختارت السيد حسن بدلا من معروف أن البيوتات السياسية بلبنان خصوصا الشيعية ما كانوا كتير هن والإمام الصدر
يعني كان في تاريخيا معروف هذا الشيء، بيت الخليل او بيت الاسعد او بيت ما بعرف مين. يعني اختيارها كان برايك من خلفيه عائليه؟ طبعا خلفيه سياسيه عائليه اذا بدك اقطاعيه، او عم تعمل حسابها للانتخابات مثلا. ما راش انفس انا، بس اللي بقول لك التاريخ كان واضح انه الامام الصدر كان في خلاف بينه وبين بيت الخليل وبين بينه وبين بيت الاسعد. اختيار محرج اخر. العلامة محمد حسين فضل الله، مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، ولكن ليس هذا السؤال. السؤال هو بين ولاية الإنسان وولاية الفقيه. يعني ولاية الإنسان التي يطرحها العلامة فضل الله، وولاية الفقيه الذي يطرحها الإمام خامنئي. لا، السيد الأستاذ كان يطرح دولة الإنسان، دولة وهو الإنسان. يرى بولاية الإنسان على نفسه، يرى هذا الرأي. نعم، الإنسان على نفسه، حتى بينما ولاية الفقيه هو حكم هيك. يعني كيف رئيس البلاد لديه سلطات معينة، نعم، يستطيع أن يحكم ويدير، هو ولاية الفقيه هي هذه. طيب أنت ميال إلى أي ولاية؟ حتى السيد فضل الله يقول بولاية الفقيه، لكن طبعا لا يراها كما يراها السيد الخامنئي. السيد فضل الله يراها في المنطقة التي يعمل فيها الفقيه سلطته، وليس على كل الأرض. بين طرح ولاية الإنسان وطرح ولاية الفقيه، أنت أين؟ شوف سيد الخامنئي، أنا بحترمه، كل إنسان في جهات خير وفي نقاط ممكن تختلف وتتفق معه فيها، بس سيد الخامنئي يعني رجل واعي ولديه عقل جيد، يعني يرفض الخرافات، يرفض سب زوجات النبي، يدعو إلى الوحدة الإسلامية، يعني في بمنظوره البعد الفكري ما يجتمع مع السيد فضل الله بهذا المضمار. بس لو جبت لي كل مراجع الأرض، هذا أستاذي. ليش؟ أنا عايش معه ودارس عنده سنين، وهو اللي مش لأنه بدي أرفض الآخرين. تعترض على ولاية الفقيه؟ أعترض على بعض الممارسات. اللي هي؟ ما أنا أعتقد بأن للأمة ولاية على نفسها، أي واحدة، نعم، وللأمة الخيار في اختيار ممثليها طبقا لشروط معينة، هاي اثنين طبعا بقوله باختصار. ايه، وثالثا ممثلي الأمة عليهم أن يخضعوا للقوانين، للقوانين التي لا يعني التي توافق الشرع. صحيح. توافق الشرع بأي معنى؟ بمعنى في إطار الخدمة العامة. اختيار آخر. المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان. نينو لا في اختيار. هو السؤال، هل ما زال المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان مرجعيتك أو لا؟ يعني هو أصلا ما كان مرجعيته. السؤال، هو بعده مرجعيتك ولا لا؟ ما كان مرجعيتي حتى يكون هلأ. ليش ما كان مرجعيتك؟ لأنه أصلا هم لا يعترفون به من الآخر. وأنت بتعترف فيهم؟ أنا يعني هم موجودين، أنا بحملهم مسؤولية بعض القضايا أن يقفوا مع الناس، لأنهم بشوفهم مغيبين. طيب ليش هني ما بيعترفوا فيك؟ لأنه بيعتبروني فاسد العقيدة. مش كلهم طبعا، في يعتبروك فاسد العقيدة بناء على شو؟ بناء على محاربتي للخرافة، للغلو الذي دخل إلى الدين وإلى هلا ما بحب لغة المذاهب، لأنه أنا بعترفش بالمذاهب، بعترف أن الدين عند الله الإسلام، وحتى بعتبر أن كل الأديان هي مسلمة بالعنوان العام. الخرافة، لما تتكلم عن الخرافة، شو المقصود بالخرافة؟ خرافة؟ ما شاء الله، يعني عندما تبني دينك على المنامات وعلى قصص خيالية، أنه والله مثلا الإمام وضع حصى في فمه وثم وضعها في فم صاحبه فأصبح يتكلم 10 لغات 20 لغة، هاي خرافة ولا مخرافة؟ مين يقبلها؟ طب أليست مثبتة؟ شو الحكي؟ حتى لو كانت مثبتة هي خلاف العقل والنقل، خلاف العقل والقرآن، وإحنا ديننا قائم على العقل. يعني أنت لا تعترف بهم وهم لا يعترفون بك؟ مش قصة لا أعترف بهم، أنا أحترم كل الناس. نعم. المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام صدر يعني أقامه باعتبار هذا التمثيل الطائفي اللي موجود بالبلد والتنوع الطائفي، يمكن ب79 ب69، وعلى أساس يعمل كيان للشيعة. طيب أنا لا أعترف بكل الكيانات الصغيرة، أنا فوق هاي الكيانات، يعني أعتبر نفسي أنني أنطق باسم الإسلام، طبعا لا أمثل الإسلام،
أنا أنطق باسم الإسلام. تعتبر أن هناك خلل ما في المسجد الإسلامي الشيعي؟ طبيعي العالمي. هناك خلل. شو هو الخلل؟ خلل مش بس عندهم، عند الكل الحمد لله، البلد كله خربان. الخلل أنه مفروض يوقفوا مع قضايا الناس أكثر، يعني مش عم يوقفوا مع قضايا الناس. بشوف مثلا بيمدحوا بالسياسيين كثير، تدعو الى تنحي، تدعو الى تنحي الشيخ أبلان؟ لا اذا يعني وان ياتي شخص اخر الى هذا المجلس؟ لا ادعو الى شيء، مش شغلتي، هذا ليس بيدي. المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بيدي مجلس، بيدي دوله الرئيس بري، مش بيدي انا، مش الي حتى ادعو الى. يعني الرئيس بري هو من يقرر؟ الرئيس بري يقرر، وبتصور مع السيد حسن الامين العام هم يقررون. أنا شو اللي شغل بالمجلس الإسلامي؟ اختيار آخر، هل توافق إذا كنت موجود في منطقة أن يباع فيها الكحول أو أن يحرم فيها بيع الكحول؟ يعني لنفترض أن من يبيع الكحول هو غير مسلم، يعني أماكن محلات مسيحية، سوبر ماركت مسيحيين، بس بمناطق إسلامية، شأنهم حتى لو بمناطق إسلامية، شأنهم كل إنسان حر. بعدني عم لك، فأنت تكره الناس على أن تكونوا مؤمنين؟ بس ألا يحتم عليك دينك أن تمنع مع انتشار التنوع؟ مع التنوع، نعم، الحكم شو؟ مع التنوع الموجود بالأديان أو الطوائف أو حتى الأشخاص الذين لا يختارون دين، حتى لو انتموا بالهوية إلى دين أو مذهب، نعم، مع هذا التنوع أنا لست يعني مسلطا على أحد. طيب إذا أنت ساكن بمنطقة، بمنطقتك السكنية، بكعب البناية اللي أنت قاعد فيها، في محل ببيع كحول، أنا مأمور أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر الأد. يعني بيجي بقول له هذا منكر لا يباع للمسلمين، بس إذا هو كان غير مسلم مثلا، نعم، ويبيح شرب الخمر ويشتري منه في المنطقة غير مسلمين، بلكي كان عم يشتري منه مسلمين أحرار، شيء طبيعي، كمان أحرار، شيء طبيعي، ما المسلمين عم بيروحوا لعند، عم يجوا على المناطق الشرقية بيشربوا خمور. أنا قال لي أحدهم، نقل لي، قال لي إذا بيوقفوا المسلمين شرب خمر بننكسر. بننكسر. يعني أكثر اللي عم يشربوا خمر مش المسيحية، المسلمين، آسف يعني، بس عم أقول حسب نقل الناقل. طيب ناخذ كمان بالنهاية، أنا هذا الشيء حرمه الإسلام تحريم جذري لما لديه سلبيات على العقل على نفسك من ضمن، بس هذا الشيء قلت لك اختيار الدين أمر خاص. اختيار آخر، أنت مع الزواج المدني أو مع زواج المتعة؟ أي من الزواجين تفضل؟ شوف، بالنسبة للزواج المدني كزواج كعقد فيه إجابة وقبول، هو الزواج شرعي أيضا، مش كشرائط الزواج المدني. بالزواج المدني يوجد شرائط كثيرة يرفضها الشرع، وفي شرائط يقبلها الشرع، مثل، نعم، مثلا أن تكون الزوجة وكيلة عن زوجها بطلاق نفسها مثلا، هذا يقبله الشرع، اتفاق على الحضانة بطريقة معينة يقبله الشرع إلى آخره. مثلا بالزواج المدني في قضايا لا يقبلها الشرع، مثل قضية الميراث، قضية التبني، قضية كذا، لا يقبلها الشرع. بس إذا اثنين راحوا عقدوا زواج مدني، أنا ما بخرجهم عن الإسلام إذا كانوا مسلمين، لأنه هذا فيه إجابة وقبول، والعقد قائم على الإجابة وقبول. حتى كمان إذا في اختلاف في الأديان، يعني إذا كان مسلم مسيحي أو مسيحي مسلم أو علماني، يعني راحوا تجوزوا أيا يكن، أنا لا أعتبره زنا، إلا إذا كان مثلا زواج المسلمة من غير المسلم، يبيحه الزواج المدني لا يبيحه الزواج الشرعي. بالنسبة إلى زواج المتعة أيضا لديه شروط كثيرة، هو نفس الزواج لكن لديه شروط كثيرة، يعني أنا أعتقد بأن الله أباحه لأجل حل مشكلة، وحل المشكلة تكون بحدود معينة، مش الممارسات دائما تكون خاطئة. يعني بما تنصح حضرتك كرجل، كعالم دين شيعي، بماذا تنصح إذا أتاك أحدهم وقال لك أريد أن أتزوج، أو مدني أو متعة؟ بنصح اللي تزوجوا مدنيا يرجعوا يتزوجوا شرعا، وتشترط عليه الشروط اللي موجودة بالزواج المدني التي يقبلها الشرع. وزواج المتعة ممكن أنصح به بحالات معينة، أنت اليوم عندك ضائقة طويلة عريضة، يعني عندك ناس صاروا 40 و50 سنة ما قادرين يتزوجوا، شو بيعملوا هو؟ ما قادر يتزوج زواج، ما قادر يتزوج زواج دائم. شو الفرق يعني؟ قصدي شو بيسوي؟ بيزني؟ لا، بيتزوج، بكون مسؤول عن الحمل إذا صار في حمل، ومسؤول عن هاي الزوجة، هاي أفضل.
يعني الفرق بين الزواجين انه هذا زواج المتعه فيك تكون مسؤول عن الحمل؟ مجبور. يعني اذا كان لي فتره زمنيه صغيره مجبور وما رايته شو عرفه؟ مجبور بنعمل فحص دي ان اي. مجبور شو هالحكي يعني اذا بده ينكر. طيب اليوم في فحص دي ان اي، في السابق ما كان في دي ان اي. الولد للفراش في عندنا روايات. طيب من بركي على حسابات بركي المراه تعددت الفراش او عددت الفراش بزواجات متعه متتاليه. بنشوف على حسابات وبنشوف ايمتى يعني قديش حساب الحمل مع فترة الزواج. تنحل ما عليك. السؤال إذا سؤال إذا أتاك أحدهم ونصحك أتزوج مدنيا أو أتزوج بالمتعة بشو بتنصحه؟ بقول له تزوج مدني وتعال نعمل لك يا شرعي. ما زالوا زواج دائم. أنا مع الزواج دائم. كمان اختيار محرج. هذا الاختيار هو بناء على قطع رأس الأستاذ في فرنسا الذي يعني كان فيه طبعا كلنا بنعرف الكاريكاتير المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم. وعندنا سلمان رشدي الذي أباح أو أباحت فتوى من الإمام الخميني بهدر دمه وتم قتله. فأنت أين من يعني من بالنسبة لسلمان رشدي خليني بلش لك فيه. أنا قلت لهم قبل ما نجي نحاكم يعني نصدر فتوى، هاي الفتوى عملت ضجة على الفاضي. يعني أنا بدل بدي أصدر هيك حكم أو هيك فتوى لازم أحمي هاي الفتوى. وأنا طبعا مش مع إصدار هكذا فتاوى ولو كانت من الإمام الخميني رضوان الله عليه. بالنسبة لسلمان رشدي، قبل ما تيجوا تحاكموا سلمان رشدي تفضلوا تحاكموا التاريخ اللي موجود عندكم. سلمان رشدي بكتابه جاب كتير من الروايات الموجودة بكتب المسلمين من الصحاح عند السنة اللي بيقدسوها واللي إذا بتحكي عليها كأنك حكيت على القرآن، ومن الكتب الأربعة اللي موجودة عند الشيعة، بس هو أكثر اعتمد على الصحاح الموجود عند السنة. وصار يحكي عن شخصية النبي وإلى آخره، ذباح وما ذباح وبحب النساء وإلى آخره. طب أنا عندي تاريخ إسلامي طيب يسيء إلى رسول الله ومدون بكتب كبار العلماء ومقدسة كتبهم. قبل ما أجي أحكي على أي إنسان بده يجي يسيء للنبي خليني ننظف كتبي. واليوم من يتجرأ من السنة أن يكتب الصحيح من الصحيح على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة؟ ومن يتجرأ من الشيعة أن يكتب الصحيح من الكتب الأربعة على ضوء الكتاب؟ ما حدا بيسترجي، لأنه نفس الحوزات والمجاميع العلمية بتكفروا لأي شيخ أو أي عالم بده يعمل بده يقوم بهذا المجهود. فأنا طبعا يعني لا أوافق على فتاوى القتل أبدا. والقتل في الإسلام عندي أنا بعنوانين لا ثالث لهما، قتل النفس بالنفس والفساد في الأرض. بس الفساد في الأرض مش معناته واحد كتب كتاب ضد الإسلام. هذا سؤال، ألا يعتبر هذا فساد في الأرض؟ شوف كل الآيات اللي حرضت على القتال كلها لأجل عنوان الفساد، وعنوان الفساد هو أنك تجي أنت تجيب جيش وتجي لتقتلني، ساعتها بجوز لي اني دافع عن نفسي. كيف تلقيت خبر مقتل من يعني الرسول؟ انا لا وافق على القتل، قلت لك. لا كيف تلقيت الخبر؟ شو كانت اول رده فعلك؟ هذا الشيء مسيء معيب لرسول الله. يعني انت بدك تدافع عن رسول الله بتسيء للاسلام؟ اليوم الاسلام صار عنف وقتل، يعني بس تسمع اسلام يعني عنف، يعني قتل، يعني نساء، يعني حور عين، يعني مش صحيح. الاسلام مش هيك، الإسلام مش هيك على الإطلاق. من أوصل هذه الصورة للإسلام بهذا الشكل؟ التاريخ الإسلامي الموروث. التاريخ الإسلامي أو هناك موروث مجموعة يعني مجموعة متآمرة على الإسلام لوضع الإسلام في هذه الصورة المشوهة. بس نقول التاريخ الإسلامي يعني ما كتب بأيدي أموية وبأيدي عباسية وبأيدي صفوية وبأيدي، بس نقول التاريخ الإسلامي اللي كتب حتى بأيدي عثمانية لأنه على أهواء الحكام. بس نقول التاريخ الإسلامي يعني الروايات اللي نسبوها إلى رسول الله واللي برت أفعال الحكام اللي كانوا يقوموا بالقتل وسبي النساء وغلي الرؤوس تحت القدور مثل ما عمل خالد بن الوليد بمالك بن نويرة وهو مسلم ومن صحابة رسول الله، لأنه امتنع عن الزكاة قطع رأسه وغلى عليه الطعام. طيب أنت وقت اللي بتجي بتلاقي عندك هاي الأفعال تبرر هاي الأفعال. يعني أنا ما بستغرب أنه في داعش في تطرف إسلامي أو تطرف شيعي أو لعن عند الشيعة أو ما بستغرب، لأنه هذا كله موجود في الكتب، هذا كله موجود في الموروث الإسلامي. فأنا ضد العنف، ضد العنف ضد العنف وضد القتل
أيا كانت أسبابه. الرجل تحدث عن رسول الله، أساء إلى رسول الله برسومات كاريكاتورية، نستطيع أن نبين له خطأه، أما أن نقتله ونقطع رأسه هذا ليس من الدين في شيء أبدا. كمان اختيار محرج بعيدا عن الدين. جبران باسيل سمير جاجع. لا اختار أي من السياسيين، أنا معروف كلامي معروف، أنا أعتبر بأن سياسيي لبنان أجرموا بحق لبنان، وأجرموا بحق الطفولة، وأجرموا بحق الشيخوخة، وأجرموا بحق المرضى، وأجرموا بحق الماء والهواء والطعام والدواء وكل شيء. أجرموا، هذا إجرام. الإجرام مش بس أنك تقتل، ما هو عم يقتلونا على البطيء. بس مين مين ما في ما مين الممكن تهضمه أكثر من الثاني؟ ما في أهضم ولا واحد من سياسي لبنان. ما في ما في بصراحة عم اقول لك. إذا تلاقيت فيهم ما بتسلم على حدا منهم؟ هلا كإنسان ممكن سلم، بس كإنسان تعاطى الشأن السياسي وأوصلنا إلى ما وصلنا إليه مستحيل مستحيل أبدا. بعدين أنا شو لي بالسياسيين؟ أنا أنطلق من منطلقات دينية، ديني يفرض علي أن أقف مع المظلوم ضد الظالم، وهؤلاء قد ظلموا، كل سياسيي لبنان قد ظلموا، كيف بدك يعني يكون معهم؟ كيف؟ بدك الله يحطني بجهنم كرمال هالكلمة؟ مش مستعد. ماني مستعد. كرمال شو مستعد تروح على جهنم؟ مش مستعد تروح على جهنم كرمال حدا. ولا أي شيء خالص. ولا أي شيء بيستاهل، العمر غفلة، طول عمرك. ما هو التالي الذي ينتظر الشيخ ياسر عودي معنا لليلة في سؤال محرج دائما عبر صوت بيروت وصفحة بيروت سيتي، ابقوا معنا. سؤال محرج في السياسة. من الأفضل لرئاسة مجلس النواب؟ الرئيس نبيه بري، الرئيس الراحل كامل الأسعد، الرئيس حسين الحسيني. أنا بكتفي بالجواب اللي قلته. ثورة 17 تشرين، ثورة محقة، ثورة مشبوهة، ثورة بدأت محقة وتحولت مشبوهة. اللي طلعوا شعار سحب سلاح حزب الله داخل الثورة خدموا الدولة وخدموا حزب الله. يا اخي هذا بني ادم؟ هذا الرئيس او الزعيم او الوزير او النائب او البطيخ المسمر؟ هذول بشر هون؟ الله يبليهم، انا ما عندي غير هيك. من الاخطر بتاثيره على الشارع اللبناني، ايران او تركيا؟ لك الصراحه موقف محرج، خصوصا الشيعي، في شي دوله عربيه بتستقبله؟ لو قادرين نهازر كنا هازرنا وتركنا لكم السرطان، موتوا الا ليردكم. عم مين عم تحكي؟ فخامة الرئيس قال لي مش معاجبه حدا بهالدولة يهاجر. ليش بتقول انه ما بقى في دولة تستقبل شيعي؟ تفضل جيب لي دولة تستقبلني. طيب ليش؟ شو السبب؟ لأني شيعي. وبعد بتلاقي ناس مثل الطرش اجلك بدافعوا دفاع مستميت، انا مش عارف كيف الناس عم تعيش. هذيك اليوم سمعنا وزير الخارجية عم بيقول يحق لإسرائيل بالأمن، بالأمن. لك هذا حليفكم. أي؟ طيب قبل ما تيجي تقولي عني تقولوا عني عميل، تفضل قولوا عن هذا عميل. اف طيب انا ما بقدر افهم انه انا عم بحيي ذكرى عاشوراء كل سنه واحمي فهسن. ما بقدر افهم انه انا كل سنه بقول هيهات منا الذله وانا عايش ذليل. الله لا يوفقكم، ردوا جزء من المليارات ومن الملايين وضلكم الابره احكموا، بس الحق مش عليكم. بس انا مش ندمان عليه. نعود لمتابعة هذه الحلقة مع الشيخ ياسر عودي من سؤال محرج عبر صوت بيروت انترناشونال وصفحة بيروت سيتي، ونصل إلى سؤال محرج في السياسة. السؤال الأول، من الأفضل لرئاسة مجلس النواب؟ يعني من تعتبر من بين الرؤساء الثلاثة اللي موجودين قدامك هو كان الأفضل لرئاسة مجلس النواب؟ الرئيس نبيه بري، الرئيس الراحل كامل الأسعد، الرئيس حسين الحسيني. معروف عن دولة الرئيس بري بدور الزوايا، شاطر، فاهم لهم راسهم إلى آخره.
يعني عيشت ثلاث رؤساء حضرتك. ثلاثة عيشت رؤساء حضرتك. مين بتعتبر الأفضل؟ أنا بكتفي بالجواب اللي قلته. رئيس نبيه بري. لا أنا ما قلتش الرئيس نبيه بري. إنه بيعرف كيف. قلت فهم رأسهم. يعني إذا بدك. فهم لهم الكود. فهم فهم الكود. فهم بس هذا لا يعفيه من المسؤولية. يعني هذا شيء وهذا شيء. سؤال آخر. كيف تصف سماحة العلامة علي الأمين؟ سيد علي الأمين شيعة سفرات ظلمه الثنائي الشيعي أو يخطئ ويجب أن يحاكم أو أخطأ ويجب أن يحاكم. أخطأ ولا يجب أن يحاكم. أخطأ أوف حلو هي. أخطأ ولا يجب ولا أن يحاكم. أين أخطأ؟ رأيه له رأيه يعني. أين أخطأ؟ هو لا يعتقد بأنه أخطأ. طيب مثلا أنا دعيت بس برأيك أنت أين أخطأ؟ لألك أنا دعيت إلى هذا المؤتمر مش في البحرين بالسعودية بالمملكة العربية السعودية ودعاني أمير مكة كان بأحد السنوات بمكة وما رحتش لهذا السبب لوجود حخامات يهود. نحن عندنا مشكل مع يهودي. نعم ما عندي مشكل. لا نحن مفروض كلبنانيين. أنا ما عندي مشكل. يعني أنا اللي بعرفه إنه اليهودية كديانة نحن ما عندنا مشكلة معها. نحن عندنا مشكلة مع الكيان الصهيوني الغاصب. ما هو المشكلة إنه هذول محسوبين على الصهاينة. والفكر الصهيوني محسوبين على الصهاينة. كيف حاسبني أنا على الثنائي الشيعي؟ نفس الشيء هو محسوبين على الصهاينة محسوبين. وأنت بعد ما صار في سلام بينك وبين إسرائيل. هني كان الحاخام الموجود كان هو محسوب. معروفين يعني. معروف إنه محسوب معروفين. على. هلا السيد علي الأمين يعني عالم وأنا إذا بدك درست عنده. يعني بتعتبر أنه أخطأ ولكن لا يجب أن يحاكم. هو يعتقد بأنه عليه أن يظهر الرأي الديني الصحيح أينما كان حتى لو كان في حاخامات يهودية. بس هذا ما بيوصله ليصير عميل ولا من شيعة السفارات. يعني الظلم هذا مش لهالدرجة يعني. طيب أنت تتهم بأنك من شيعة السفارات. عادي أنا شو ما في اتهام في الأرض إلا طيب ليه بيتهموك أنك من شيعة السفارات؟ بدك تسألهم ما بعرف. بس الأبضاي فيهم يطلع علي. لا ممكن يركبوا فوتوشوب بس الأبضاي فيهم يطلع علي أي شغلة أو اتصال مع أي سفارة. سؤال أيضا. ثورة 17 تشرين ثورة محقة ثورة مشبوهة ثورة بدأت محقة وتحولت مشبوهة. بدأت محقة وبعض منها تحول مشبوه. مشكلة بدأت محقة ولا زالت محقة. ولذلك أنا نزلت معهم على الأرض صحيح ومشيت معهم ولا زلت أطالب بمطالبهم. شو المشبوه اللي تحول المشبوه فيها صار مشبوه؟ أولا في بعض اللي عندهم طموحات داخل ثورة 17-20 طموحات مناصب مناصب واتصال نعم. بسفارات وإلى آخره. كانت ممولة من السفارات؟ بالبداية لا أبدا. بالبداية لا أبداً. بعدين الممول مين؟ ما معروفين مين؟ الممول بس أنا بعرفش أسمائهم بس الدولة أكيد بتعرفهم. الممولين من السفارات هن اللي عندهم طموحات معينة واللي مبيني بياناتهم. اثنين اللي خرب الثورة هي مش مشبوهة بعدها مطالب محقة موجودة. يعني من حقي أن أعيش من حقي في الهواء في الماء سرطان وكل شيء من حقي الدواء من حقي أنه يرفعوا القمامة معوني هور زيالهو. من حقك المطالبة أيضا بنزع سلاح حزب الله. هلا يعني نزع الناس اللي نزلوا بالثورة شوف أنا ابن صاروا يطلبوا إلى دعوات بنزع سلاح حزب الله. هذا الغلط. هم بتعتبرون مشبوهين هذا الغلط ولا بتعتبرون من المطالب المحقة بالثورة؟ هذا الغلط ما بعرف إذا مشبوهين أو لا بس أكيد فيهم مشبوهين. هذا غلط. أنت وقت اللي بتجي ترفع هذا السقف معناته عم تخدم سقوط الثورة لأنك بتعرف في شريحة كبيرة من اللبنانيين لن توافق وستنسحب وبالفعل وستصطدم وبالفعل اصطدمت معها وانسحبت واللي هن الشيعة. طيب أنت شو عم تعمل هون؟ عم تخرب مطالبك. يعني أنا بعتقد اللي طلعوا شعار سحب سلاح حزب الله داخل الثورة هذول خدموا الدولة وخدموا حزب الله وخدموا الكل خدموا الموجودين ما خدموا الثورة عشان هيك عم لك مشبوهين. في ناس بتقول الثورة الحقيقية هي الثورة اللي بيروح فيها دم إنه ما في ثورات بالعالم نجحت ووصلت من دون دم.
هلا هذه استثنائيا سموها ثوره، ولو صحيح ثورات عاده بدها دم، بس كمان الثوره دفعت اعين ودفعت دم منه، مش انه ما دفعتش يعني. بس بكل الحالات بتحب يعني بيحبلون يسموها حراك مدني، حراك شعبي، ثوره، اللي بدكم اياه سموها، بس بالنهايه في مطالب محقه للناس، لازم يكون في اذان صاغيه. يا اخي هو شو هو؟ هو البني ادمين اللي عندنا بلبنان من شو مركبين؟ يا اخي وزير الكهرباء باليابان ضل حاني قدام شعبه قد ايه؟ بالمقدار اللي قطعت فيه الكهرباء قالوا ربع ساعه. اللي عندنا يا اخي رئيس وزراء اليابان لازم ينبطح شي سنتين ثلاثه. شو بده ينبطح؟ ما رح يروح يطم حاله اذا في جنس الضمير. يا اخي رئيس وزراء اليابان مش لانه مريض بده يطلع من شغله، لانه عمل استفتاء طلع معاش محبوب، راح قدم استقالته لانه تراجعت شعبيته. يا اخي مره باوكرانيا، مره باوكرانيا استلمت الحكم ثلاث سنين بلد منهار، خفضت معاشات الوزراء والعمدة والما بعرف شو والنواب، وعملت شو اسمه ثلاث سنين رفعت البلد ورفضت تتدين من البنك الدولي. يا اخي هو شو بكرواتيا كمان ذات شيء عملت، هو شو هي كرواتيا. انا غلطت اوكرانيا. تعال شوف الموجود بالعالم. علشان هيك انا قلت حل مشكله لبنان بدوله مدنيه، اما ضل هاي الدوله الطائفيه البوليسيه المحاصصات والدوله المزارع والمحسوبيات والازلام والفساد، هذه مش دولة، هاي منها دولة. يا أخي ما بعرف هدول شو، كيف بيناموا؟ يعني أنا بدي أسأل هول الزعماء والرؤساء اللي عنا بلبنان كيف بيناموا؟ كيف بيحط راسه على المخدة؟ يا أخي أنا إذا غلطت بحق إنسان دق الباب وقال لي بدي مساعدة وما كان عندي أعطيه، ما بنام الليل. يا أخي هذا بني آدم، هذا الرئيس أو الزعيم أو الوزير أو النائب أو البطيخ المسمر، هذول بشر. هو هذول مش شو مصنوعين، مش شو مركبين. انا قاري بالتاريخ ما شفت مثلهم. الفراعنه مش مثلهم، حكموا الناس بس املوا ان الناس احتياجاتها. ما مرق على راسي مثل هذول وبعدهم الى الان لهلا ما حدا سالان، بعدهم لهلا بعدهم مشغولين ناطرين بايدن، حكم بايدن لحتى يحقق شكله حكومه. شو البني ادمين هون؟ ما لهم شيء يعني، شوي يشعروا بالعالم. يا اخي ما عندهم اولاد، ما عندهم احفاد، ولادهم وأحفادهم برا عايشين بال، الله يبليهم. أنا ما عندي غير هيك. سؤال آخر، برأيك من الأخطر بتأثيره على الشارع اللبناني، إيران أو تركيا؟ بدي جواب صريح وواضح. اليوم في عنا شارعين عم بيكون، أنا ضد أي دولة تتدخل في لبنان، ما اختلفنا، بس اليوم من الأكثر أو الأخطر تأثيرا على الشارع بلبنان، إيران، التأثير الإيراني أو التأثير التركي؟ كله له خطر، كله له خطر. ولكن الأخطر ما في لك، في لك كله خطر يعني. وإذا بدك الصراحة الإيراني إذا بدك يوصل الصراحة إلى أين؟ نعم صراحة. إذا بدك الصراحة السعودية كان لها تأثير بلبنان، بس خلص التأثير، انكفأت. هلا تركيا عم يدخل من خط آخر. اللي بدي أقول لك إيه، كونوا لبنانيين، اشتغلوا للبنان. صحيح. في عندكم امتداد خارجي، يعني المسيحي بيحب الفرنسي، الشيعي بيحب الإيراني، السني بيحب السعودي، فليكن. عندكم ارتباط عقدي، ارتباط مذهبي، ارتباط، ولكن ما مشكلة شيء. بس كونوا لبنانيين. السؤال، التأثير الإيراني قد يصل إلى أين في لبنان؟ إنه يعمل شو؟ والله صراحة أنا مش خبير بعالم السياسة، يعني لا ما عملك أنا مش خبير، أنا زلمي يعني. لا أرجع أسألك، التأثير التركي ممكن يعمل شو بالشارع اللبناني؟ ما بعرف صراحة، بعرفش، بس أنا اللي شايفه أنه كله خطر على لبنان. هل تعتبر تقصير الإيراني هو تطرف شيعي؟ هلأ في يعني في مجالات ممكن نقول إيه، وفي مجالات ممكن نقول لا. دينيا أنا لا يعني أتوافق مع الإيرانيين في بعض الفروع العقدية. والتركي تعتبر أنه تطرف سني؟ بغيتك تشوف الممارسات. الممارسات شو؟ موقف محرج.
أول موقف محرج راح نشوفه سوا بالفيديو. آسف لهذا التعبير الصريح، خصوصا الشيعي، في شي دولة عربية بتستقبله؟ في شي دولة أجنبية بتستقبله؟ ويا ويله إذا كان له تاريخ مع هالجهة أو مع هالجهة. شيعي مغضوب عليه؟ طيب ما تركتوا لنا مطرح، احنا بدنا نهاجر ليش؟ مين اللي قال لك انه احنا مبسوطين فيكم وبسرطانكم؟ لو قادرين نهاجر كنا هاجرنا وتركنا لكم السرطان، موتوا الا ليردكم. عن مين عم تحكي هون؟ انا ما بعتبره محرج ابدا. عن مين عم تحكي؟ عم بحكي عن الكل، وهي يوم فخامة الرئيس قال لي مش معاجبه حدا بهالدولة يهاجر. مش هيك؟ طب ما على شيء يعني، انت بي الكل مفروض ما تحكي معي هيك، مفروض تتحملني اذا انا مغلط بحقك او بحق السياسيين. بس انت هون عم تحكي عن الشيعة بشكل خاص، انه ما بقى حدا يستقبلنا. ما بقى حدا اكيد يستقبل. مش بسبب الكل، بي الكل. يومها كان الرئيس حاكي هالكلمه، نعم، وبنفس الوقت اللي حاميين الرئيس اللي هن الثنائي الشيعي، وهي بدك الصراحه ماني ما عنديش شيء مخبى ومعروفه مواقفي من زمان. طيب اللي حاميين الرئيس واللي بدهم الرئيس واللي عطلوا البلد ليجيبوا الرئيس، كمان بسببهم الناس، في ناس انزعبت من الخليج، وفي ناس وفيش دولة بعد ممكن انها تستقبلني. ليش بتقول انه ما بقى في دولة تستقبل شيعي؟ اتفضل جيب لي دولة تستقبلني. طيب ليش؟ شو السبب؟ لاني شيعي. طيب هذا بيدل على ظاهرة معينة، انه بيروحوا لهي السفارة ما بتعطيهم فيزا. ليش؟ شيعي. بروح لهي السفارة ما بتعطين. ما بحب احكي بلغة طائفية ابدا، لانه انا قلت لك ضد الطائفية. ربما تكون لغة سياسية مش طائفية، بس المشكلة يعني انه وصلنا لهالمرحلة. وصلنا لهالمرحلة، اي بلد بده تقبلني لجوء؟ اي بلد بده يقبلني روح عليه؟ تجي اخر شيء بتقول لي هاجر؟ خليني اتنفس. هذول حتى نفس ما خلولنا. شو هالبلد هاي؟ وبعد بتلاقي ناس مثل الطرش اجلك، مثل يعني اسف للكلمه، مش معقولين بيدافعوا دفاع مستميت. انا مش عارف كيف الناس عم تعيش يا اخي. نزلت لجيب شويه اغراض هذيك اليوم، شويه اغراض بتكس 700,000 و800,000. يعني الناس كيف عايشه؟ كيف عايش الناس وبعدهم قاعدين؟ يا اخي هاي الناس اللي نزلت كرمال، هنيئا لهم، قدروا يسيطروا عليهم، قدروا يفشلوا الثورة، قدروا يحموها، قدروا هنيئا لهم، برافو عليهم. هذول شياطين. فيديو آخر. من أفشل العالم نواب لبنان وحكام لبنان، من أفشل العالم. أصلا عجزت اللغة العربية عن أن تجد وصفا لهؤلاء في عقارتهم، عجزت اللغة العربية. أخي شي بدنا ندافع عن فاسد؟ هذيك اليوم سمعنا وزير الخارجية عم بيقول يحق لإسرائيل بالأمن، بالأمن. قال ليش بتعيط؟ لك هذا حليفكم اللي عم تدافعوا عنه، عم بيقول يحق لإسرائيل بالأمن. نحن عملاء والله، هن العملاء. أنا بصراحة عم بحكي من القرف، عم بحكي، لا تفكروني عم بحكي بدي أعلق حدا، من القرف عم بحكي. صار العميل الإسرائيلي يبرأ، والإنسان اللي عم بيطالب حقوقه بده ينزت بالسجن. لك شو هالدين هذا؟ أي كل شيء قايله أنا بتبنيه. أنا وقت اللي بدي أجي أتهم، هاي بعد 17 تشرين، بدي أجي أتصنف بإني أنا عميل سفارات، وأنا عم بقبض من السفارة القطرية والسفارة، مع أنه السفارة القطرية معروفة مين بتقبض، وبدي اتهم الحركات الاسلاميه بالعالم، ومعروف انه هاي تقارير عم نقراها وبس معنا استنكار من حدا. وبدي اتهم اني عم بقبض من السفاره السعوديه، وعم بقبض ما بعرف من وين، وانا عم قود جماعات بالحراك، انا وما بعرف مين كم واحد، وبنزل على اهم مواقع اخباريه دينيه انه انا راس مدبر للحراك المدني. ما على شيء يعني، قبل ما تصنفوا الناس عمالي. وبطبع بتعرف انت بس ينزل هيك خبريه، في عندك هول همج الرعاع الذين ينعقون مع كل ناعق ويميلون مع كل ريح، اللي وصفهم امير المؤمنين، هو بهاي الصوع الفاضي ببلش، ببلشوا يفتحوا ابواقهم. وعم بحكي عن بعض القواعد الموجوده عند الثنائي.
طيب طيب قبل ما تيجي تقولي عني تقولوا عني عميل، تفضل قولوا عن هذا عميل. طلع العميل من الحبس بسنتين. مين هو؟ شو اسمه اللي بالتيار؟ رفعوه على الكتاف والله راح. عن فايز كرم عم تحكي؟ مثلا عن فايز كرم الثاني الفخوري. طب انا بدي صدق انه هذا طلع الفخوري من دون ما حدا يعرف؟ بدي صدق انه ما خصه فلان وما خصه فلان؟ طب حليفنا عم بيصرح انه هو مع امن اسرائيل ويحق لاسرائيل. تفضل تفضل قبل ما تقول هيك يقول يحق لنا، تعطينا حقوقنا اسرائيل بعدين احكي عن امن اسرائيل. طب كيف يعني انا مش قادر افهم هاي السياسة. يمكن انا صغير بعالم السياسة مش عم بقدر افهم عليهم، اني ما شاء الله عباقرة سياسة، انا بفهم شيخي بالسياسة. بس انا السؤال اللي عم بسأله، كيف بحق لأنا إنسان أدعمه وبمدحه وبيطلع بيحط لي أسفين بالطريق وبيلاقيش فرصة يعني ما بيتركها إلا لحتى يتبرى مني، وأنا على طول بمدحه وبده آمن إسرائيل وبده رخاء إسرائيل وأنا ضد إسرائيل، كيف؟ طب خلصونا من اللعبة. إذا كلها القد إسرائيل مهمة وبدكن آمن إسرائيل، خلصونا من اللعبة وخلي الناس تعيش. فيديو جديد. أنا قلت لكم قبل أنه معش ناوي أحكي، بس معش قادر، ما بقدر ما أحكي. بس بقلكم شيء، كما تكونوا يولى عليكم. هنيئا لكم أيها الشعب اللبناني، تستاهلوا 60 عمركم ما ترجعوا. كما تكونوا يولى عليكم، تستاهلوا. أف ملأ قلبي قيحا، أنا مش شايف شعب مثل الشعب اللبناني. في ناس أوادم، ما أعمل لك لا مش كله هيك، لك في عنا حديث بيقول له الله بيوحي لأحد الأنبياء بيقول له إني معذب قومك 100,000، بيقول له يا رب فين 60,000 أوادم؟ طب 60,000 أوادم بس في 40,000 منافقين وفاسدين إلى آخره، فما باله هؤلاء؟ بيقول له لأنهم داهنوا أهل الباطل على باطلهم، سكتوا عن الباطل. طب أنا ما بقدر أفهم انه انا عم بحيي ذكرى عاشوراء كل سنه واحمي فاسد، ما بتزبط معي. ما بقدر افهم انه انا كل سنه بقول هاي هات منا الذله وانا عايش ذليل. مش فهمان، انا عايش ذليل بكل شيء يا اخي، بمشيتي على الطريق عايش ذليل، بقعدتي بالبنايه ما في قانون يمنع جاري يؤذيني عايش ذليل، بموتار البناية عايش ذليل. ما رح أقول لك بحقي بالمي والكهرباء صار معروف لأنه ليست طويلة عريضة بكل شيء. طب أنا عايش ذليل بهالبلد والناس تعودت على الذل وكل يوم عنده رأي. طيب لما تكون عم تلقي هذه الخطب بالمسجد، ما بيصادفك أوقات ناس من الموجودين من الحضور أنه يهاجموك؟ ليش؟ بالبدايات إيه، بس بعدين فلوا ما عاش إجوا، صار يجي بس الناس اللي هي الناس اللي مقتنعة انه هذا الزلمة عم يحكي مظبوط. اخر فيديو لنا. يا بلا دين، يا بلا ضمير، يا بلا انساني، يا شو بده يحكي الواحد فيكم؟ بدل ما قاعدين تشحذوا على العالم وتنقوا انه صار رح يصير في مجاعة بلبنان وتبلشوا تضحكوا على الناس بمعونات واعاشات فول وحمص وعدس، الله لا يوفقكم، ردوا جزء من المليارات ومن الملايين، تمحوا الدين العام وبترجعوا بتعمروا لبنان وضلكم انقبروا حكموا. بس الحق مش عليكم، الحق مش عليكم. ايه هلا هلا هيدي تفه. البعض قال لي انه ما كانش لازم تقولها، مش لايقه بشيخ، بس انا مش ندمان عليها، مش ندمان عليه ابدا. طيب مين بيكون عم بيصورك شيخ بال خادم الجامع؟ خادم الجامع شاب. عادي بيصور لك حاطين كاميرا ومنصورها بعدها بنزل على هلا بصور حالي وبنزل هلا نحن صورنا. انا بدي اتشكرك على حضورك وعلى تلبية، ان شاء الله ما نكون ازعجناك بشيء ابدا. ما يعني مواقفي معروفه من زمان، ما جبت شيء جديد، بس احيانا بالشخصي بتعرف جماعة هيدا بيزعلوا وجماعة هيدا بيزعلوا، يعني جربنا نتفادى المواضيع الشخصية قد ما فينا. بالنهاية بدي أقول للبنانية الله يعينكم،
إذا بتسمح لي يعني. تفضل تفضل. اتركوا شيء لأولادكم، نحن خلص حتى ما يلعنونا أولادنا ويلعنونا أحفادنا. عملوا شيء، عملوا شيء. الدولار بكرة رح يطلع مش للعشر تلاف، الله يعلم إذا رح يوصل للعشرين ألف. البلد راح، راح. لك هودي هو فيهم، لك حتى هاي شو يسموها اللجنة اللي تبع التدقيق، تبع التدقيق الجنائي، تبع التدقيق فشلوها. هشلو. لك ناس عملوا انفجار أربع آب، يا ويلهم من الله، يا ويلهم. بعدني من يومها إلى الأم لليوم مش قادر استوعب، مش قادر استوعب. لك هو شو، لك أقل شيء هودي، أقل شيء. مش إنه ما أشرح لك محاكمة، يركبوا طياراتهم ويفلوا، أقل شيء. برأيك رح يتحاكموا؟ رح أعوذ بالله، أعوذ بالله، مين بده يحكمهم؟ طالما عندهم هيك شعب هيك همز، مين بده يحكمهم؟ في كلمة قالها معي الوزير شربي الكتير مهمة، قال اللي حرق سرق، اللي سرق حرق، اللي سرق حرق، ورح يضل يحرق، ومستعد يحرق كل البلد وباللي بالبلد. المهم يضل قاعد، وبكرة بتشوف للتاريخ. إذا ما بكرة بيرجعوا هني زيتون وبانتخابات على قانون على قياسهم، وبيرجعوا هني بيشتروا البلد اللي انهار، ما بيكون اسمي ياسر عوض. بيشتروا البلد اللي انهار، هيدي أهم جملة. ايه طبعا. وبمصرياتنا، بمصرياتنا. قال شكر لك فضيلة الشيخ ياسر عوضي. بدي أتشكر علي كمان اللي بعد التردد رجع. هو علي أناني صراحة، حبيب القلب، الله يخليك. شكرا لك. وطبعا حضرتك تسلم. بدي أتشكركم مشاهدينا، على أمل لقاء فيكم مجددا بحلقة جديدة من سؤال محرج على بيروت انترناشونال وصفحة بيروت سيتي على فيسبوك. تصبحوا على خير.